دلوقتي بتبتديها مع حضراتكم بالأنباء اللي ترددت إن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لن يتمكن من الترشح للرئاسة بسبب إن والدته بتحمل الجنسية الأمريكية. ده في الوقت اللي أكدت فيه اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إنها بدأت في مخاطبة وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والهجرة للتأكد من جنسيات المرشحين المحتملين اللي تقدموا بأوراقهم. موجود معنا على التليفون سيادة المستشار حاتم باجاتو أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. برحب بحضرتك معنا يا سيادة المستشار. ألو، مش عارف إذا كان سيادة المستشار حاتم باجاتو إذا كان موجود معانا على التليفون. ألو، مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذ شريف. أهلا بحضرتك. يعني أولا إحنا على مدى الأيام اللي فاتت بخصوص تحديدا بداية تقديم السادة الراغبين في الترشح لأوراقهم، هناك من يشكك في التوكيلات، هناك من يتحدث عن أوراق، عايزين نعرف إيه الآليات اللي هتبدأ في اللجنة للتأكد من كل الأوراق المقدمة من المرشحين سواء ما يخص حالتهم الشخصية أو ما يخص صحة التوكيلات اللي متقدمين بيها. اولا حضرتك انا سمعت استاذه لبنى بتتكلم على مرشح بعينه، هذا المرشح حتى الان ليس له علاقه باللجنه والمقدم ترشيحه، ولم نقم بالاستعلام على اي بيانات خاصه به بالتالي. نعم. طب البيانات اللي احنا اللي اشتغلنا عليها بيانات الخمس مرشحين اللي تقدموا باوراقهم فعلا، وعشان كده ده كان سؤال يا فندم بخصوص اليه العمل بعد ما حضراتكم بتستلموا اوراق الترشح من اي مكان. الورق اللي بيجي لنا حضرتك بيبقى فيه نوعين من الاوراق، في اوراق جايه تأييدات زي ما حضرتك ما بتقولوا ده قدمها مرشح واحد، احنا اللي احنا بنعمله ان احنا بندخل هذه التأييدات على قاعده البيانات الخاصه بينا، بنحاول نطبقها على قاعده البيانات اللي بتوصل لنا من الشهر العقاري عشان نشوف هل هذه التأييدات صدق عليها في الشهر العقاري ولا لا، بنشوف التطابق بينها وبين قاعده الناخبين علشان نعرف قاعده بيانات الناخبين عشان نعرف المؤيد ده ناخب ولا لا، بنطبقها بعد كده حضرتك بنشوف هل في تكرارات فيها ولا لا، وفي الاخر هنشوف في تكرارات بين القاعده او التأييدات النهائيه اللي احنا استبقيناها مع باقي المرشحين ولا لا، ويعرض كل هذه الامور على اللجنه. دي فيما يتعلق بالتأييدات. فيما يتعلق بالاوراق الاخرى احنا عندنا مشكلتين يتعلقوا بالجنسيه، جنسيه المرشح ووالديه وجنسيه زوجته. الاعلان الدستوري في الماده 26 بيتكلم ان الزوجه ان المرشح يتعين ان يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يحمل ولم يحمل جنسيه اخرى، وان الزوجه يتعين ان تكون مصريه ولا تحمل جنسيه اخرى، يعني ان الاب والمرشح والام لا يجوز لهم ان يكونوا قد تمتعوا بجنسيه في اي اخرى غير المصريه في اي لحظه من اللحظات، اما الزوجه فبنتكلم على اللحظه الحاليه. اي يا فندم. امتى هيتم يا فندم مع حضرتك امتى هيتم الاعلان بشكل واضح بعد التاكد طبعا من كل الشروط انها منطبقه على المرشحين الجنسيه؟ وهنشوف ان هنبع الخارجيه ان احنا نتاكد من هذه المعلومات من الاقرارات التي تقدم من المرشحين. بعد ما بتجي لنا الورق ده وبتجي لنا بشكل خاص سري يوم 8/4 في بعد ايقاف لباب الترشيح، كل الاوراق بتعرض على اللجنه واللجنه بتتخذ قرارها بناء على الاوراق اللي موجوده ليها، وبيبقى في المرشحين لهم حق الاعتراض ولهم حق التظلم، يعني كل القرارات قبل ما بتعلن بيواجه بيها المرشحين لو في اي مشاكل بالنسبه لترشيحهم، ويبقى له الحق فيه ان يتظلم من قرار اللجنه ويعترض عليها. طب سؤال تاني بعيدا، يعني مش هنشخصن المساله يا فندم، لكن لو اي مرشح كان بيحمل الجنسيه او ذويه الزوجه الاب الام وتنازل عن هذه الجنسيه، هل هيصح بعد كده الاستمرار في الاجراءات بعد ما يتنازل عن الجنسيه ولا في اجراء تاني مضاد؟ دون شخصان. حضرتك ارجع للاعلان الدستور الماده 26 ودي المواد اللي استفتي عليها. والماده الاولى الفقره الثانيه من الماده الاولى من قانون 174 سنه 2005. تمام. بالنسبه للمرشح وذويه ألا يكون قد حمل، يعني في لحظة من اللحظات قد حمل لازم يبقى مصري دايما وما يكونش حمل في لحظة من اللحظات، تنازل أو ما تنازلش ده موضوع آخر. الزوجة إذا تنازلت يبقى المعول عليه بالنسبة للزوجة لحظة تقديم أوراق الترشيح. يعني هي رشح وزوي في أي لحظة من لحظات حياتهم. لكن الزوجة الوضع يختلف. أيوه. لازم تكون في حال ما المرشح ده يتقدم بأوراقه لازم تكون حاملة الجنسية المصرية الأجنبية. إذا كانت تنازل الجنسية الأجنبية قبل التقدم بأوراق الترشح فالوضع بالنسبة لها
يبقى سليم. اما بالنسبه للزوج بالنسبه للمرشح وزويه لازم الا يكونوا قد حملوا في لحظه من لحظات حياتهم جنسيه اخرى غير الجنسيه المصريه. طيب سؤال اخير يا فندم، عند لحظه اعلان اللجنه من خلال حضراتكم لقائمه المرشحين، من المفترض انه ده يكون بعد مراجعه كل الاوراق، وبالتالي اعلان القائمه ده احنا بنقول انه حضراتكم خلصتم كل التحريات والتاكد من الصحه ودي القائمه النهائيه. بالظبط. بشكرك شكرا جزيلا. عشان ما بيبقاش في، اتفضل. هنعلن قائمه مبدئيه يوم 9/4. يوم 9/4 القائمه النهائيه، بعد كده بعد الاعتراض والظلمات، وهي محدد لها يوم 26/4. 26/4 تظهر في شكلها النهائي هذه القائمه. المستشار حاتم بجاتو بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا في الحياه اليوم. كان لازم يبقى عندنا أيضا وجهة نظر مباشرة ممن يمسوا الخبر أو ممن يمسوا ما تردد النهاردة على مستوى الإعلام الإلكتروني تحديدا أو مواقع الإنترنت فيما يخص الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وهل دي معلومات دقيقة أم لا، هل ده من الممكن أن يؤثر على مسيرته باتجاه كرسي رئاسة جمهورية مصر العربية ولا لا. بينضم لنا دلوقتي الشيخ صفوت بركات وهو مسؤول الاتصال الدولي في حملة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. حاولنا الاتصال بالشيخ حازم نفسه علشان نعرف رد فعله عن كل ما تردد، ولكن هو في أحد المؤتمرات حاليا وما كانش عنده فرصة أنه يتصل بينا مباشرة. برحب بحضرتك معانا يا فندم في الحال اليوم. اهلا حياك الله استاذ شريف. اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا مش محتاج اقول لحضرتك ما تردد على مستوى الاعلام الالكتروني خلال الساعات اللي فاتت، وعايزين نتاكد اذا ما كان صحيحا ام لا ما يتعلق بجنسيه والده السيد حازم صلاح ابو اسماعيل. والله فضلتك انا يعني اولا انوه على ان هذه الحرب اللي او سنت من فتره سابقه على فضيله الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل، ولم يجدوا اصلا يعني بابا يدخلوا فيه او يلجوا منه ليسوهوا يعني سمعته او سيرته، وان الرجل يعني يمضي في شعبيته في الشعب المصري بكل اطيافه وبكل مكوناته، سواء التيارات العاديه والليبراليه وكل المكونات المصريه في اختلاف الطبقات. فلجأوا لهذه الحيله، وما سمعنا بها يعني الا من اخونا المراسل او المعد عندكم في البرنامج. انا لم اطلع على هذا من قبل، ولكن انا من بلد والده الدكتور حازم صلاح اسماعيل. انا من شربين ومات شربين، وهي يعني من اهلي، ولم يعني باي حال من الاحوال لم يعني لا يصح هذا الكلام مطلقا. هي جنسيتها مصريه، وهي كانت حرم برجل عملاق من عمالقه الشعب المصري هو المرحوم الشيخ صلاح ابو اسماعيل، وهو كان عضو مجلس الشعب لدورات متعدده، وابيه ايضا كان عضو مجلس شورى في الحكم الماضي. وفضيلة الدكتور حازم صلاح اسماعيل لو كان هذا يعني عائق من عوائق فلم يكن من حقه ان يتقدم في انتخابات 2005. 2005 تقدم فضيلة الدكتور حازم صلاح اسماعيل، وانت تعلم ان شروط الانتخابات لابد ان يكون ايوه. بس يعني حضرتك وفقا للسياق اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، اكد لي برضه بشكل مباشر انه المرحومة السيدة نوال وهي والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لم تتمتع في أي لحظة من اللحظات أو لم تحصل على جواز سفر أمريكي في أي مرحلة من المراحل، صحيح أم خطأ؟ نعم هذا الكلام حقيقي وهذا كلام صحيح، وما أراد أن يراجع هذا، فكان من باب أولى كان الطعن على ترشيح أو ترشح الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل في جولة 2005 في الانتخابات بتاع مجلس الشعب، وانت عارف ان هذا مطعن، وطبعا يعني لن يجامله يعني في ظل حكم الحزب الوطني، وكانوا ليتركون ثغره حتى ولو يعني تدخل منها قشه او ابره خيط ليسقطوا اي انسان، وخاصه انه كان مترشح ضد عمود من اعمده الحكم البائد ضد الحزب الوطني امال عثمان، وانت تعلم طب يا شيخ صفوت
شيخ صفوت، يعني علشان في كلام كتير بيتردد وبرضو احنا وحضرتك موجود معانا نتاكد ونستوثق من كل الكلام حضرتك بتقوله برضو. فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب، وزي ما كان شريف كان بيكلم دكتوره نوال الله يرحمها، الخبر اللي احنا تابعناه والمعلومه اللي بتتردد دلوقتي انها سافرت لامريكا واشتغلت هناك وحملت الجنسيه الامريكيه، وبعد كده او كان معاها جواز سفر امريكي وبعد كده تنازلت عن هذه الجنسيه، فده كان بيسمح للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في 2005 أنه يدخل مجلس الشعب. لكن طبقا لتعديلات انتخابات الرئاسة، حتى لو تنزلت عن الجنسية لا يسمح يعني للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بالترشح. فقل لي حضرتك تعليقك على الجزئيتين دول. والله انت كلمت في قضيتين، قضيه انك اثبتي او بتثبتي. لا انا بقول لحضرتك الكلام اللي بيتقال عشان اسمع. يا فندم انا عايزه اسمع من حضرتك. ما انا بقول اهو، انا برد على الكلام ده. اتفضل يا فندم. يعني نتكلم في اذا كان الرد يبقى رد صحيح ورد منضبط. اتفضل يا فندم. لابد ان احنا نفصل الكلام اللي انت قلتيه. انت قلتي الاول. والله مش انا اللي بقول يا فندم ده، يعني انا بس بنقل لحضرتك الكلام اللي بيتقال. او زعم. ايوه يعني انت تنقلي على لسان غيرك. اتفضل يا فندم. انه اشيع هذا. بالظبط. اشيع هذا. بالظبط. اتفضل. فنحن نقول، وهذا الرجل لو لم تكن منضبطه كل المواصفات القانونيه انه رجل مصري من اب مصري وام مصريه وجد مصري وجده مصريه يتمتع بجنسيه انها لم تنقطع في اي لحظه من اللحظات، انه لم تزول عنه عارض في مصريه في اي لحظه من اللحظات على مدار يمكن عشر جد. وهؤلاء القوم يعني هم اهلي، وانت يعني مؤسسه الازهر موجوده فيها كل السجلات اللي تثبت ان الشيخ صلاح اسماعيل رحمه الله وابيه وجدي من علماء الامه، كذلك والده فضيله الدكتور رحمه الله. أيوة. ايضا هي عالمه بنت عالم بنت عالم بنت عالم، ولم تنقطع ابدا في يوم من الايام علاقتها بالبنت المصريه، ولم تتنازل عنها ولن تتنازل عنها. مفهوم. انا بشكر يعني هذا قولا واحدا بقضيه. عظيم. اما قضيه ان هم يلفتون بقى النهارده وجدوا ان الرجل لا قبل لهم به، فيبحثوا عن زلات وثغرات في طعن فيه، فهذا يعني لا اقبله. عموما يعني احنا يعني طبعا حضرتك كده نفيت بشكل بالزبط. قاطع المساله دي باكملها، واحنا بنشكرك جدا يا فندم بالزبط. وكان مطلوب ولازم تكون موجود معانا للتوضيح وللرد على هذه المساله الشيخ صفوت بركات مسؤول الاتصال الدولي بحمله الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. بشكر حضرتك.